رسالتي اليوم للرجل، كل مرة بستضيف فيها نجمة أو سيدة بسألها شو بدك من الرجل وشو هي الرجولة؟ بصراحة جمعت الإجابات وطلعت بهالكلمات. المرأة تريد من الرجل أن يكون رجلاً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. الرجولة مسؤولية، وعد، عهد. الرجولة عزة ونخوة وسند. الرجولة كلمة وموقف وجد. الرجولة أنك تحتوي من يحتاج الاحتواء وأن تمد لمن يحتاجك اليد. الرجولة كرم، تفهم، اهتمام، أمان، احترام من غير عنف أو تعنيف أو تهديد أو صد. الرجولة أن تكون لها لا عليها، لأنها تركت العالم كله ورأت فيك الأمان والمستقبل واعتقدت أنك ستغنيها عن كل أحد.